سوريا الغالية، شهر ونيف من الاعتصام السلمي، دروس في العزة والكرامة والشهامة والأخلاق المفعمة بالفرح. شكرا لكم أهلي أحبائي في سوريا، في السويداء، في جبل العرب، في ساحة الكرامة. أعدتم لي، أعدتم إلينا كرامتنا وأملنا في مستقبل مشرق حر. نقول لكم بأننا ندعم ما تطلبون ونرفض ما ترفضون ونسقط ما تسقطون ونرفع ما من ترفعون. نسقط من تسقطون ونرفع من ترفعون. نحن وراءكم، نشد على أيديكم ونقبل رؤوسكم. ندعم مطالبتكم بتنفيذ القرار 2254 كسبيل وحيد وسلمي لنيل الحرية والعيش الحر في بلد ديمقراطي صحي وسليم. ولهذا السبب نحن في هذا المكان لنسمع العالم مطلبكم. We support your demand in implemented resolution 2254 as a peaceful way to achieve your freedom in democratic country. That's why we are here to make your demands heard by all the world. اسمحوا لي اخوتي هنا ان اوجه كابن محب لمدينتي ان اوجه محبتي وتقديري لسماحة الشيخ حكمة الهجري وسماحة الشيخ حمود الحناوي لدعمهم الروحي لأبناء محافظتهم الأحرار على اختلاف طوائفهم واتجاهاتهم للعيش في دولة علمانية حرة كما قالها الشيخ حكمة الهجري. شكرا لكم شعب سوريا الحر، شكرا لكم. عاشت سوريا، عاشت سوريا حرة مستقلة. ويسقط بشار الأسد، يسقط بشار الأسد، يسقط بشار الأسد، يسقط بشار الأسد. وشكرا لكم، شكرا لكم. بشار الأسد سوريا لينا ومال على بيت الأسد، سوريا لينا وماهل بشار 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 الأسد. ومن لقرية وسمعت سوريا صوتك يا سلطان ينادي عليها، من رقية وسمعت سوريا صوتك يا سلطان ينادي عليها، وتربة وطننا وما نبيعها بالذهب، تربة وطننا وما نبيعها بالذهب، دم لا عادي نجبل وبترابيها، دم لا عادي نجبل وبترابيها. سوريا لينا وما هي لبيت الأسد، سوريا لينا وما هي لبيت الأسد.